انا شايف يعني فرص النادي الاهلي عندنا بطوله مهمه جدا قبل النهائي، عندنا بطوله مع الفريق الوداد وعندنا طبعا ان شاء الله كلنا امل، اعتقد زي ما قال كابتن محمود مسابقه الدوري العام ما انتهتش على الورق لكن احنا الاقرب ليها. لكن شايف حضرتك ازاي النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ لا النادي الاهلي بص النادي بطوله، ده نادي بطولات بيرجع بسرعه، يعني ده مهم قوي. لا النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، سيبك من الخساره والكلام ده خالص، لا بدليل الانديه كلها ايام ما كنا بنلعب ضد النادي الاهلي انا فاكر كنا بنلعبهم سنه 76 قال لك خافوا من النادي الاهلي اخر خمس دقائق، في اخر خمس دقائق وغلبنا اخر خمس دقائق، كان في العيد الماتش مش مذاع صدر الماتش، انا كنت في الاستاد انا كنت اتفرج على الماتش ده في الاستاد فاكر الوينجر محسن غفار الله يرحمه كان لعيب هايل فبقول لك كان ساعتها طاهر الشيخ اللي نزل جاب الجون بقى. فاكر انا مش فاكر الجون بس انا كنت في الاستاد في الماتش ده سنه 76 فبقول لك النادي الاهلي يتخاف منه اخر خمس دقائق اخر خمس دقائق، حتى في منتوشه الناشئين معايا كنا كنت غلبهم على في ملعبنا 2-1 جابوا التعادل فيها في اخر دقيقتين، ده من زمان ده على مستوى الناشئين وعلى مستوى الكبار يعني. خلاص دي في المطوشه، في الدوري كذلك تبقى انت مسابقه ب 14 يعدي يعديك وياخد الدوري عادي وانت بتكافح بقى وخلاص هتستلم الدرع، ده اللي بيحصل ولا لا؟ النادي الاهلي ده ليه صفات وراثيه غريبه جيناتهم بطولات، فما تقلقش عن ده. حلوه.